لك برضو يكون عليه جيلاتين او من نوع اكل معين فيه جيلاتين. تمام. هل بيج 27 protecting the body against diseases. If we know how germs spread, لو بنعرف كيف الجراثيم تنتشر, we can protect ourselves from them. The important things to remember to protect your family and yourself from diseases are: عشان نحمي حالنا من الجراثيم, من انتشار الجراثيم بشكل عام, ونحمي عائلتنا, لازم نعمل هاي الخطوات. Always wash your hands with soap and water before touching food. لازم دائما غسل ايديك بالمي والصابون قبل ما تلمس الاكل وتبلش تاكل. Wash fruits and vegetables before eating them. دائما غسل الخضروات والفواكه منيح قبل ما تاكلهم. Always wash your hands after using the toilet. دائما بتخلص من الحمام, معروف حافظين نغسل ايدينا اهم اشي. Keep food covered to protect it from flies. اكيد غطي الاكل كفر اللي هو هذا النايلون او اي اشي بغطي تبلور اشي زي هيك عشان ما يجي عليهم حشرات وينقل الجراثيم. Do not let your pet lick your face or eat from your plate. طبعا ما تلعق الصحن او تقرب your mouth على البلات نفسه, اكيد استخدم معلقة. If you have a disease that can spread, stay away from people till you are better. تمام. إذا عندك مرض معين, تمام, خليك بعيد عن الناس عشان ما تعديهم. Cover your mouth with a handkerchief when you cough or sneeze. أكيد بس تكح أو تعطس غطي your mouth بمنديل. تمام. Your body can protect itself. هاي كتير مهمة. جسمنا أصلاً بعرف كيف يحمي حاله. Your blood, دمك has red blood cells اللي هي red blood cells خلايا الدم الحمراء and white blood cells خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم الحمراء انسوها, لا رح نحكي عنها بعدين. white blood cells خلايا الدم البيضاء جدا مهمة. The white blood cells have a very important job. إلها وظيفة كتير مهمة. They protect the body from germs. بحمي الجسم من الجراثيم. They attack and kill the germs that enter the body. بهاجم الجيرمز اللي اجت على جسمك وبقتلها. تمام. Some white blood cells eat up the germs. كمان في خلايا دم بيضاء بتاكلها للجراثيم, يعني تحمي حالها من حالها, بتحمي لك الجسم بتحافظ عليه. They also produce some chemical substances which can kill germs. برضو بتفرز لك مواد كيميائية تقتل الجراثيم. اخر شيء نحكي عنه اليوم اللي هو الفاكسينيشنز, اهم شيء اللي التطعيمات كتير مهمة. Doctors can also help your body to fight against some diseases germs. A tiny bit of germ is injected into your body through a needle. تمام. مش احنا المطعوم بغزونا ابرة, تمام, عشان تحمينا من فيروس معين, من مرض معين. اوكي بشرح لكم شو هو الفاكسين. باخده جزء صغير بسيط من نفس المرض, من نفس الفيروس, بدخله جوا جسمك عشان خلايا الدم البيضاء وجسمك يتعود يحاربه. تمام. بما انه عرفه, تعود يعني تعرف عليه بحاربه, ساعتها بصير عندك مناعة ضد هذا الجسم same kind, بس مش كل الفيروسات, بس النوع هذا. اوكي زي الانفلونزا, تروح تاخذ مطعوم الانفلونزا بدخله عينة بسيطة من الفيروس بتفوت جوا جسمك عن طريق النيدل الإبرة, ساعتها الخلايا البيضاء بتتعرف على المرض بتصير تحاربه, معناته جسمك بصير جوا مناعة. أوكي هاي the white blood cells of your body prepare to fight against it. بتجهز حالها حتى تحاربه. In this way the body is ready to fight more germs of the same kind. بهاي الطريقة جسمك بيعرف كيف يدافع ضد الجراثيم اللي من نفس نوع هذا الفيروس او نفس نوع هذا المرض. The body becomes immune, بصير عنده مناعة to that particular germ, لهذا النوع المعين من الجراثيم. This injection is called a vaccination. هاي الإبرة, تمام, بنسميها vaccination, يعني مطعوم, او vaccinations تطعيمات.
معناته الفاكسينيشن ميك يور بودي اميون تو ماني كايندز اوف ديزيزز جيرمز. طولت شوي عليكم اليوم. عندكم هوم ورك اللي هو بيج 28 تحلوه وتصوروا لي. ثانك يو.